مبارك لكم، مبارك لكم، صبرتم فنلتم. باسمكم جميعا نشكر السيد دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسيدة وزيرة المالية والسادة أعضاء المجلس الوزراء الموقر. نجدد شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم على تثبيتكم، وإن شاء الله يوم التثبيت الأكبر وإحنا عاهدناكم منذ اليوم الأول أن نكون معكم لا ضدكم. فهنيئا لكم ولعوائلكم الكريمة. ووزارة التربية في هذه المرحلة هي وزارة أفراح إن شاء الله، وأبوابها مفتوحة لكم جميعا. اشرق بسمة بعين الظلمة، واضحك وارسم أحلامك وتكون الدنيا حلوة. ابدي بخطوة تقدر توصل للخطوة المليون.